باخذ برجع لك الحين، بس معنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد. مساء الخير سمو الأمير. مساء الخير أخوي تركي، مساء الخير ضيوفك الكرام. هلا وسهلا سمو الأمير. اليوم في خبر تأجيل مباراة لنادي ريال بيتيس، وصف هذا التأجيل بأنه أو سبب تأجيل مباراة نادي ريال بيتيس بأنه مشابه لنفس مسببات النادي الأهلي اللي كان طالب فيها التأجيل. اولا اخوي تركي بس انا لو تعطيني بس دقيقه اوضح الخبر هذا بتفاصيله. تفضل. التاجيل تم بناء على طلب نادي اتلتيكو مدريد اللي كان مشارك الجمعه الماضيه في كاس السوبر الاوروبي اللي كسبه قدام تشيلسي. اي. لاحظ انه لعب الجمعه، كان المفروض يلعب الاثنين اللي هو اليوم، وبعدها حينضموا 7 لاعبين من نادي اتلتيكو مدريد لمنتخباتهم من جنسيات مختلفه طبعا. تقدم النادي بطلب الى الاتحاد الاسباني لكره القدم، وهو على فكره ترى مو اتحاد مؤقت، طلب انه يتم تاجيل المباراه لهالظروف. اللي حدث انه تم التاجيل اليوم، يوم المباراة تقديرا لظروف اتلتيكو مدريد انه لعب الجمعة مباراة كبيرة ضد تشيلسي، اليوم عنده مباراة في الدوري، وبعدين حينضموا لعيلته لمنتخباتهم. فتم تقدير ظروف الفريق وتم تأجيل المباراة. طب وهذا هو الاتحاد الاسباني اللي الان يصنف كاتحاد كرة قدم الاول عالميا. طب وش وجه الشبه مع مسببات النادي الاهلي سمو الامير عشان توضح الصوره للي ما تابع الموضوع؟ سم مسبباتها يا طول العمر، احنا نضمن عندنا 7 لاعبين للمنتخب. غير الثامن هو عماد الحوسني اللي راح منتخب عمان. اي. المنتخب حيلعب يوم 11، حيلعب يوم 7 ويوم 11. حيلعب ضد اسبانيا وضد منتخب افريقي الجابون يوم 11. حيوصلوا جدة او يوصلون الرياض يوم 12 مساء. 12 مساء حيوصلون جدة تقريبا، خلينا نقول بعد 12 في الليل يعني فجر الخميس. اي. مباراتنا مع الاتحاد يوم الجمعة. سفرنا إلى إيران يوم الاثنين. مباراتنا في بطولة آسيا يوم الثلاثاء. هل هذه ظروف طبيعية انه يخوض فيها الفريق مباراتين جدا مهمة في 4 ايام، وفي عنده 8 لاعبين مشاركين في الفيفا دي؟ طيب سمو الامير، وانت اليوم تطرح الموضوع الان وهذه المقارنة، لا زال عندك امل انه ينظر في الموضوع مرة اخرى ويتم التأجيل؟ ام انه نوع فقط من وضع، خلينا نقول هذه المقارنة امام الرأي العام؟ لا، هي الموضوع مو موضوع للاسف، يعني احنا الكلام احنا تحدثنا مع الاخوان قبلها بيومين وجاء الرفض من اللجنه. أي. الاغرب اخوي تركي انه يطلع احمد العقيل في برنامج تلفزيوني ويسال يقول لن تؤجل اي مباراه قبل ما يرسل الاهلي خطاب، قبل ما يوصل اصلا خطاب النادي الاهلي بطلب التاجيل. للاسف انه العام الماضي لما طلب الاشقاء في نادي الاتحاد تاجيل مباراتهم مع نادي الشباب، تم احاله الموضوع من اللجنه الى نادي الشباب، معناته اذا وافق نادي الشباب كان حتؤجل المباراه، جاء الرفض من مدرب نادي الشباب، وهذا له حق تماما. انا كنت اتمنى ان المعامله بالمثل تحول الى نادي الاتحاد. انا متاكد انه رجالات نادي الاتحاد لن يعارضوا هالموضوع، وحد يعني كان ممكن اتفاهم احنا واشقائنا في نادي الاتحاد لو كان في مبدا الرفض، متاكد انه ما راح يكون موجود. لكن ليش نتعامل هنا بهالحاله بطريقه مع الاهلي بطريقه قبل العام؟ لا زلت سمو الامير تعتقد انه ممكن ينظر في الموضوع مره اخرى؟ والله احنا بنحاول، انا يعني انا عني شخصيا كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي ساحاول بكل ما اتيت من قوه ان اجل المباراه لمصلحه الكره السعوديه. اولا الاهلي مشارك في البطوله الاسيويه، الاتحاد مشارك في البطوله الاسيويه، ايضا الهلال والاتفاق. لكن المشكله انه انا عندي 8 لاعبين اشقاء في نادي الاتحاد عندهم سعود فريدي فقط. لكن مين الموضوع، انا لا نركز على مباراه الدوري المحلي، خلينا نخسر 3 نقاط مع انه مو منطق اني اخسرها بسبب ارهاق لاعبين في المنتخب، ابدا مو منطق ولا يمكن اني اقبله ايضا، لكن خلينا اتجاوزها واقول على قوله الاخوان في اللجنه انها 3 نقاط ملحوق عليها، مع انه هذه ممكن تكون سبب في ضياع دوري مجهود موسم كامل.
لكن انه نرجع ايضا للمشاركه الاسيويه اللي هي يوم الثلاثاء. نعم. هل من يعني غيرنا فرق اجلت لهم مباريات كثر من غير ما يعني في قرار عاجل حدثت وصارت، واخر واكبر دليل ما حدث الان اليوم من الاتحاد الاسباني، الاتحاد الاول في العالم اللي يحتل المنتخب الاسباني المركز الاول في العالم. فهذه اخوي تركي يعني القضيه ما هي قضيه انه انا ابغى استثناء للنادي الاهلي، لا يمكن ان يحصل عليه غيري. الموضوع حدث وحدث كثير عندنا، لكن للاسف التعنت او اخذ القرارات من غير دراسه الموضوع بتأني ومشاوره رئيس الاتحاد المؤقت. للاسف حتى رئيس الاتحاد المؤقت لما وصلنا الخبر ما كان عنده خبر اصلا انه سمو الامير. هذا الموضوع ابغى اسالك فيه شوي. رئيس الاتحاد المؤقت كونه الاستاذ احمد عيد اهلاوي، يشعر احيانا الراي العام انه والله حتى في القرارات المنصفه، القرارات الطبيعيه اللي هي من حق الاهلي، يشعر بعض خلينا نقول المنتمين الوسط الرياضي انه يتعاطف مع الاهلي، يحرجكم ويحرج احمد عيد؟ لو 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 الاستاذ احمد عيد اتخذ قرار مثل هالقرار وما قد صار قبل او ما له مبررات، والله لك الحق يا تركيا وللجميع الحق انه ينتقد الاستاذ احمد عيد انه اتخذ قرار ربما بالميول لكن الاستاذ احمد عيد ما وصل هالمنصب توقعي الشخصي الا انه رجل كفؤ. لا انا اقصد انه هذا الوضع الحالي احيانا يحرج احمد عيد ويحرج الاداره الاهلاويه، يعني ما يخلي الاداره الاهلاويه تلجا لرئيس الاتحاد، يعني تجد حرج احيانا تقول والله نبغى نلجا رئيس الاتحاد، تجدون حرج احيانا؟ ما في صراحة. شك ما في شك انه ممكن يسبب لنا بعض الحرج، لكن في الاخير انا هو رئيس الاتحاد هو المسؤول عننا كمنظومه. لانه انا افهم وش سمو الامير، احس انه ودك تقول يعني احنا نخاطب رئيس او نطالب رئيس الاتحاد السعودي المؤقت، بس ما ودكم تقولون كذا علشان ما يفهم انه والله يكسبون. لا بالعكس، لا لا ما علي اخوي تركي، ما علي، انا اليوم اخاطب احمد عيد كرئيس الاتحاد ولا اخاطب احمد عيد اللي هو كان او الاهلاوي السابق. اليوم اخاطبك كرئيس اتحاد مؤقت لكره القدم، يعني القرارات اللي قبل اللي اخذت في الاعوام الماضيه كانوا يرجعون اللجان للامير سلطان بن فهد، كانوا يرجعون للامير نواف بن فيصل، ليش هالمره ايضا ما يعني حتى الرئيس لم يبلغ بالطلب او لم يبلغ بالرفض؟ هذا سؤال ايضا، سؤال اخر. انا متاكد انه حيطلع يقول لا اللجان الان تعمل بحريه، معناته ان اللجان اول كانت لا تعمل بحريه، هذا موضوع ايضا اخر. لكن انا اللي برجع اقول انا ودي بس الاخوان يقارنوا الحاله اللي حدثت في اسبانيا بالحاله اللي حادثه عندنا اليوم. ابسط الموضوع، الموضوع يعني كنت اتمنى انه نتعامل مثل ما عمل نادي الاتحاد العام الماضي وانه يحلون النادي الاخر، والنادي الاخر يرفض او يقبل هذا شيء راجع له، لكن يرفض قرار او يتخذ قرار بهالسرعه ما كنت يعني ما كنا كاهلاويين نتمناه، لانه في الاخير احنا لا نمثل انفسنا، احنا نمثل المملكه العربيه السعوديه. الامير فهد بن خالد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. شكرا. قبل ما نروح للفاصل في خبر سريع، اللاعب صالح خالد الشهري مهاجم فريق الاهلي لكره القدم لفئه الشباب والمحترف في الدوري البرتغالي سجل اليوم اول هدف سعودي في بطوله اوروبيه. اللاعب خالد او صالح الشهري، صالح اتمنى لك كل التوفيق. راح نسالك عن اللاعب ونسالك عن ريكارد ومدى الفائده الفنيه، بس نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث في البرنامج. القحطاني يضع النقاط على حروف الأخطاء التحكيمية في زين.